السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا بالشباب، أهلا وسهلا بكم. نكمل بيت شرحنا على بيت الأوتو فلايت، ونكمل على شرح الشاشات البي اف دي والان دي والوضع والبي اف دي، وضع الكلايم في وضع الكروز وفي وضع الابروتش إن شاء الله. ولكن مبدئيا هذا العمل كله والحاجات دي الدوكمنت دي كلها اجتهاد شخصي فقط لا غير. طبعا ده أنا بخلي مسؤوليتي تماما عن كل الموضوع ده في كل فيديو، وهو فقط أنا بشرح على محاكي الطيران، وكل الدوكمنت دي كلها من الإنترنت موجودة في جوجل. طيب بسم الله، هنتكلم عن البي اف دي اللي هي البرايمري فلايت ديسبلاي سكرين في وضع الكلايم فيز. في وضع الكلايم فيز، طيب طبعا احنا زي ما قلنا وشفنا في التيك اوف، في الفيديو اللي انا عملته قلنا في التيك اوف نقرا اي حاجه وتطلع قدامنا في الاف ام اي اللي فوق دي اسمها الاف ام اي. تمام، لما طلع قدامنا ايه؟ لما طلع منه الفليكس 48 اس ار اس رانوي تراس بلو، لازم تنطلق اي حاجه تطلع لك فوقنا تقرا ناف، تقرا هيدنج، تقرا تراس كلايم، كلايم تقرا اي حاجه بتظهر فوق، ديسند، اي حاجه بتطلع لك فوق اقراها. تمام، عشان تبقى ايه طاير طيارتك كده وايه ومخمخ ومراك. تمام، طيب هنتكلم اول حاجه هنا. عندنا هنا اللي بيظهر لك فوق طبعا بيديك هنا اللي شايفين تراس كلايم، لو فضل كلايم وي عندك كلايم انت لسه فضل كلايم، لو انت الرادار فيكتور فهتلاقي يكتب لك فوق هيدنج، لو انت رادار فيكتور فهتلاقي يكتب لك فوق هيدنج، لو انت ماشي على النافيجيشن فبيديك ناف، لو انت واخد دايركت او مش ماشي على السد تبعك او الروت تبعك فبيديك نرف. تمام، ولسه حتى الالتيتود مش ارم، لو هي اول ما توصل الكروز هتطلع كده فوق كده ايه بيقول لك ماك الت كروز. تمام، بيظهر قدامنا هنا الاوتو بايلوت 1 طبعا انجيجد او ارم، الفلايت دايركتور 1 انجيجد او ارم، والاوتو تراس قدامنا ان هو انجيجد. تمام، ظهر قدامنا ديت بيقول لك ايه؟ بيقول لك السبيد تارجت، هنا بيقول لك السبيد تارجت اندكس فروم، يا اما في من الاف ام جي سي او الاف سي يو، لو انا ظبطتها من الاف سي يو او لو هي واخدها دايركت من الكمبيوتر يعني بتاع الطياره يعني دايما لما تشوف المثلث بتاع ده اعرف هو ده التارجت سبيد، يا انا حاطه في الاف سي يو يا اما هو واخده من الام سي دي يو او الاف جي سي اللي هو الفلايت مانجمنت كمبيوتر. تمام، السهم اللي طالع دوت ده الاكشوال اير سبيد، الاكشوال اير سبيد. تمام، طيب تحت هنا اللي هو 6 اللي هو 0.64 ده بيديك الماك نمبر، هنا بيظهر لك الماك نمبر لما الاي تي سي، لو انت في حاله الكروز والاي تي سي قال لك ريبورت يور ماك نمبر فبيكون هنا بتريبورت يور ماك نمبر. طب الاي تي سي قال لك ريبورت يور انديكيتور سبيد في حاله الابروتش بتريبورت الرقم اللي هنا ده اللي هو 300 280 260، بتريبورت الرقم اللي بيكون موجود هنا. يعني امتى تريبورت يور ماك نمبر وانديكيتور سبيد؟ تمام، لو انت مثلا في حاله الكروز هتلاقي اللي في ارتفاعات عاليه، هتلاقي الاي تي سي يقول لك بلي سو سو ريبورت يور ماك نمبر عشان بس يكون في ترافيك وبتاع، فعايز ينظم الترافيك فبتريبورت يور ماك نمبر عشان يظبط الترافيك اللي حواليك او الترافيك اللي هي الابروتشنج على الايربورت، او لو انت مثلا في حاله ان في ترافيك على نفس الروت او في يربى منك فحابب يعرف الماك سبيد تبعك عشان يشوف امتى بتوصل وامتى بايه وينظم الترافيك. طب انت في حاله الابروتش بيقول لك ريبورت يور انديكيتور سبيد، يبقى تريبورت الرقم اللي هنا ده. تمام، النقطة الصغيرة اللي تحت ديت اهي، ده انا مش عارف شايفينها ولا لا، بس مش انا شايفها ديت الاير كرافت تراك، الاير كرافت تراك طبعا ده مديك اللي هو المجنيت، طبعا ماجنتيك هيدنج ريفرنس، طبعا مديك اسمها بوستات ماجنتيك هيدنج ريفرنس. هنا الاس دي الستاندرد، ده الستاندرد خلاص الالتيميتر سيت ستاندرد، لما انت طبعا بتيجي على انت في حالة الكلايم ترانزيشن التيتيود، عند ترانزيشن التيتيود بالظبط تحط الالتيميتر ستاندرد عشان تاخد الكمبيوترات الطيارة تاخد المعلومات الصح. تمام، تاخد المعلومات الصح. طيب ولو انت مثلا في حاله انت نازل بعد ترانزيشن ليفل، حط بعد ترانزيشن ليفل هتحط الكيون هاتش، انا طالع ترانزيشن التيتيود ستاندر، نازل ترانزيشن ليفل هحط الكيون هاتش، يعني طالع ترانزيشن التيتيود احط ستاندر، نازل ترانزيشن ليفل اوصل عندها احط الكيون هاتش. بعد كده ده عندنا طبعا ده عندنا هنا الالتيتيود. تمام، ده الالتيتيود بيدي لك ارتفاعك وانت طالع، طبعا هذا الكلايم فضل كلايم بيقول لك هنا 20، يعني انا طالع فيرتيكال سبيد 2000 فيت بير مينت. تمام، الفيرتيكال سبيد 2000 فيت بير مينت، طبعا فلايت ليفل 290 ده التارجت التيتيود، تارجت التيتيود ده اللي انا ظبطه في الاف سي يو ان انا هطلع ارتفاع 29000 قدم. كلير. طب لو جينا في طب ده في وضع في الكلايم فيز، طب لو جينا في وضع الكروز كروز فيز هنيجي نعمل ايه؟ قرر على الطياره انا مكمل رفعته عموما. يعني في حته معلش يعني بس ده برضه في الاجزاء اللي فاتت لما اوصل عند الكروز انتوا شايفين ماك الت كروز ناف، انا ماشي كده ماك الت كروز، خلي بس ده شيل بقى من عند الكونستريت خليه على الايربورت، معلش حط الايه التي كاس
طبعا عندك ترانسبوردر تخليه على بلو، طبعا في حاله الكلام نحطه على اباف، في بتوصل كروس حطه على بلو بس كده يا معلم. نيجي هنا برضو على وضع الايه، على وضع ايه في حاله في حاله احنا في حاله الكروس حاليا، الكروس فيز مديني ماك انا ماشي خلاص، انا ارتفاع مديني الماك نمبر 0.778 مديك انا حتى السبيد حتى معك هيت، مديك الماك الت كروس انا ما خطر انا تطير سبيد ماك، وانا في الالت كروس في ارتفاعي اللي هو 360 اللي انا ظبطته ماشي ناف اوتو بايلوت 1 انجيجد فلات دايركتور 1 2 انجيجد اوتو تراست انجيجد. تمام تمام خلينا نيجي هنا على شرح الان دي نافيجيشن ديسبلاي، نافيجيشن ديسبلاي تمام. وزي ما اتفقنا وشرحنا في الكرونيك فلايت انسترن سيستم ده بي اف دي تمام، ادي فلايت دايركتور اللي طفناه، لاحظ طفى الفلايت دايركتور قال لي بس ان النكل شغال، لاحظ ان فلايت ان هو فلايت دايركتور 1 اوف، ولاحظ راح من عندي راح من الطياره رجعه تاني يا معلم. طيب والال اس لو شغال شغال الال اس هيدينا هنا الجلاد ستوب للاندكس جلاد ستوب اندكس و اللوكلايزر اندكس، وده بتشغله لما تكون تحت ال 10000 وانت خلاص يعني. وادي الالتيميتر حاليا على ستاندر لان خلاص انا اديت الترانزيشن التوست من باتري، ودي كلهم بيتحكموا فين في الاندي. نيجي هنا بقى على على الاندي، ادي النافيجيشن ديسبلاي سكرين تمام، بيظهر عندي فوق جراوند سبيد، جراوند سبيد السرعه الارضيه للطياره تضربها كل طبعا كل سرعات الطياره بالنوتس، كل سرعات الطياره بالعقده بالعقده بالنوتس بالعقده تمام. الجراوند سبيد سرعه السرعه الارضيه للطياره 440 نوتس، الترو اير سبيد 460 نوتس، عشان تحولها لكيلومتر عشان تحولها لكيلومتر اضربها في 1.852 يعني اضرب 440 في 1.852 يطلع لك بالكيلومتر، تضرب الجراوند سبيد مش الترو اير سبيد، جراوند سبيد تضرب الجراوند سبيد في 1.852 تطلع لك بالكيلومتر تمام. عندك 247 ديجري ها 64 نوتس، ده الويند دايركشن الويند سبيد، ويند دايركشن ويند سبيد، السهم ده جاي لك يعني بيوديك الرياح جاي لك من اي اتجاه بالظبط، جاي لك من هيد ويند ولا تيل ويند ولا كروس ويند، ده اللي بيديك يعني حاليا زي ما انتم شايفين هيتحرك دلوقتي وهيكون كروس ويند، في حاله الكروس ويند زي ما انتم شايفين هتتساوي الجراوند سبيد مع الترو اير سبيد تمام. لو كان كروس ويند راح تتساوي السرعتين دول، طب لو كان هيد ويند الويند جاي في وشي الترو اير سبيد هتكون اعلى من الجراوند سبيد، الترو اير سبيد هتكون اعلى من الجراوند سبيد، يعني الترو اير سبيد ايكوال جراوند سبيد بلس ويند سبيد ايكوال ترو اير سبيد. طب لو كان تيل ويند الويند جاي في ظهري ها بزق الطياره هتلاقي ان الجراوند سبيد ايكوال ترو اير سبيد بلس الويند سبيد، يعني في مرحله الكروس ويند الجراوند سبيد هي نفسها سرعه الترو اير سبيد، لو كان تيل ويند الويند جاي في ظهر الطياره في الجراوند سبيد الجراوند سبيد سرعتها هتعلى هتكون اعلى سرعه اعلى، لو ترو اير سبيد هتكون اعلى من الجراوند سبيد لو كان ايه في حاله الهيد ويند. طيب بعد كده عندنا هنا النيكست واي بوينت الفا نوفمبر تانجو الفا روميو، دي النيكست واي بوينت اهيت اهي على الان دي تمام. بيقول لك فين؟ بيقول لك في اتجاه 352 ديجري في البوصله اتجاه 25 ديجري هنا النقطه الخضراء دي التراك تمام. طيب مسافه قد ايه؟ المسافه 44 نيتيكال مايلز بيديك هنا المسافه تمام. طيب هتوصل عندها الساعه كام؟ هنوصل عندها الساعه 7:39 دقيقه زولو طبعا ها، الساعه كام دلوقتي؟ 7:33 يعني بقى قد ايه؟ مش عارف. طيب الخط الاخضر ده مسار الرحله تبعي، مسار الطياره اللي هو الروت اللي الطياره بتمشي عليه اللي انت حضرتك عملته على ام سي دي يو، الواي بوينت والاير واي الاير واي والبوي بوينت هو ده اللي الطياره بتمشي عليه تمام. طب وايه الكلام اللي فوق ده؟ هو ده بوصله من 0 10 20 30 40 كده انا عملت لف كده بالديجري طبعا تمام. ايه الكلام ده؟ 60 40 دول الرينج الان دي رينج عشان تعرف الرينج تبعك بالمايلز تمام تمام. التلت ده بتاع لوز الرادار طبعا هتنزله تلت، حاطينه زير لوز الرادار على زيرو تلت، زيرو تلت. طيب ادي الكرونو تايم اللي هو حاطينها في التيك اوف بيعمل لك ايه؟ بيحسب لك وقت تبعك، انا بقى لنا دلوقتي 38 دقيقه 45 ثانيه عاملين تيك اوف. تطفيه امتى؟ لما توصل ان شاء الله المطار وتعمل الفكيه تطفيه خلاص، يبقى انت عرفت والله انا خدت ساعه 49 دقيقه في رحلتي
اير تايم. فيو ار 1 فيو ار 2 مديك الفيو ار انت شابك عليه, مديك الفريكوانسي, ولو هو زار قدامها هديك كمان الديستانس كمان دي مي بينك وبينه, لان حط مزار معانا دي مي كمان على الـ على الفيو ار. تمام, ادي كده شرح اختصار الان دي. احيانا في امكان احط الان دي على وضع البلان, على وضع البلان ليه؟ عشان والله اعمل ريفيو للروت تبعي واشوف انا ماشي صح ولا غلط والروت ده صح ولا لا, واتاكد امره تمام وكلام من ده, وشايفينه ايه ملخبط لسه هنظبطه دلوقتي. تمام كده يعني, لكن انا كنت مظبطه على الجراوند ولا كان مظبوط. طيب بعدين قال لك هنا وضع النات, وضع النات شوف الروت بشكل اوضح بالذات في حاله التيك اوف, في حاله اللاندنج لو يكون معك ستار او ست. تمام, طبعا حاطينه على الايربورت, خليه ضامن على الارك. طبعا حاطين الايربورت عشان يظهر قدامنا الايربورت اللي حوالينا, يعني تظهر اللون البينك دهوت ديت الايربورت اللي حوالينا, عشان لما يحصل كده لا قدر الله معنا امرجنسي نبقى عارفين اقرب مطار لينا نتكل عليه ننزل فيه بسرعه. تمام, اديك طبعا كونستريت الوي بوينتس والحاجات دي كلها. طبعا حاط ممكن اشوف الوي بوينت اللي حواليا, شوف كل الوي بوينت حواليك. طبعا الكونستريت بتستخدمه امتى؟ في حاله التيك اوف, في حاله اللاندنج بالذات لما يكون معاك سد وستار في التيك, سد في التيك اوف وستار في الارايفل, عشان يزرع على الروت تبعك الداتا اللي هي اللي انت عملتها في الام سي ديو اللي هي توصل عند واي بوينت ده كذا, ارتفاع كذا, سبيد كذا, تبقى انت شايف السبيد والارتفاعات قدامك على كل واي بوينت. قشطه قشطه, ونرجع نكمل شرح بيت حاجتنا. طيب بعد كده هنتكلم عن البي اف دي في مرحله الابروتش فيز. طبعا اتكلمنا عنها في حاله الكلايم, في حاله الكروز, اخر مرحله اللي هي الابروتش فيز. زي ما انتم شايفين احنا طبعا الابروتش فيز, واحنا طبعا لما نزلنا شغلنا ال اس اللي ليفت والرايت, فطبعا بيديك الاندكس تبع الفيو, الاندكس بتاع الجاد ستوب, والاندكس تبع اللوكلايزر. تمام, طبعا بتشوفوه في حاله الابروتش انا خلاص انا امره تمام ونازل ولوكلايزر واستابليش, وكمان عملنا اللي هي بيفور لاندنج تشيك ليست. قشطه قشطه. طيب نيجي ناخدها من فوق, من ليفت تو رايت. طيب انا عندي سبيد, انا ماشي سبيد, انا ماشي انديكيتور سبيد, جلد ستوب ار, ربنا كده على جلد ستوب معايا, وماشي لوكلايزر معايا, ادي اللوكلايزر, ادي اللوكلايزر هو سنتر لاين. تمام, وجلد ستوب سنتر لاين. تمام, نزل كام, كات 1 ولا كات 2؟ هو يقول لك انا كات 2, دي الكاتو حسب الفيزيبيليتي اللي عندي, نزل كات 2. طب حاطط هنا الديسيجن هايت, لو انت حاطط, حتى لو انت نازل كات 1 وحاطط المينيمم ديسيجن التيتيود راح تظهر لك هنا. لو انت حاطط مينيمم ديسيجن التيتيود في الام سي ديو راح تظهر عندك هنا. طب هو نازل كات 2 حاط ديسيجن هايت حسب التشارت L100. تمام تمام, عندنا هنا الفي في فور اكشوال كونفيجريشن. تمام, اللي هي الفي في, الفي في اللي هي الماكس سبيد فور اتش فلاب كونفيجريشن. بعد كده عندنا هنا الفي في فور نيكست كونفيجريشن. بعدين عندنا هنا المينيمم سيلكتبل سبيد, الالفا بروتكشن سبيد اللي هي الانجل اوف اتاك بروتكشن سبيد. بعدين عندنا الالفا ماكس سبيد, الالفا ماكس سبيد اللي هي الماكسيمم انجل اوف اتاك سبيد. وعندك هنا اللي هو 1290 ده اللي هو الراديو التيميتر, تسمع الراديو التيميتر 2500 1400 150 20, ده الراديو التيميتر بيديك مقياس بين التراب من الارض ارتفاع كتير بالظبط. وهنجيلها بعدين في الانتنا لوكيشن. يعني بدينا تحت هنا ال 1090 ديسمال 3 ده الايلس لوكلايزر فريكوانسي, الايلس لوكلايزر فريكوانسي. بديك تحت هنا الاي ليس ديستانس اللي هي الدي ام اي ديستانس ميجرنج اكوبمنت, بينك وبينك الاي ليس هناك قد ايه ديستانس قد ايه. تمام تمام, النقطه ديت هي ديت الاير كرافت, شايفين الاير كرافت ده, الاير كرافت ها بتاعتنا ماشيه فين بالظبط يعني. مديك ده الاي ليس كورس, الاي ليس كورس. تمام تمام, 1020 ده الالتيميتر كينتش اللي احنا حطيناها, طبعا احنا في المطار احنا نازلين عليه, ها احنا عاملين في ابروتشنج 1020 بتاعت المطار اللي هننزل فيه, احنا خلاص ابروتشنج يعني ابروتش فيز. طيب عندك الاو ام اللي بتقعد فلاش وانت نازل, ديت الاوتر مارك, تي 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 اوتر, ديك اوتر مارك ماركر كده في الطياره موجود في الراديو كوميونيكيشن كده ان شاء الله بعدين يعني. ده وده بيديك هنا الجلاد ستوب والكلايزر وكمان والديفيشن اندكس. السلام لما تكون نازل جلاد ستوب سنتر لاين ولاندنج, وجلاد ستوب سنتر لاين وكلايزر سنتر لاين, تنزل وانت مرتاح
بديك انا طبعا عندك الالتيتيود انديكيشن انديكيشنز، بديك انا الالتيتيود انديكيشن، بديك انا السليكتد التيتيود. انت طبعا في حاله اللي خلاص انت جلاد السلوب، جلاد السلوب ميز ابروتش، ميز ابروتش التيتيود ست، جلاد السلوب ميز ابروتش التيتيود ست اللي هي 3000 ديت، هي انت بتحط انت اصلا عملت لها سيلكت في الاف سي يو. تمام، تقول لك اوتو بايلوت 1 فلايت دايركت تراست ار انجيجد، بديك انا الستاتس طبعا في اوتو بايلوت والفلايت دايركتور والاوتو تراست اللي هم انجيجد. تمام كده احنا خلصنا البي اف دي والان دي كامله. بعدين بنيجي بقى على الاي كام والديسبلاي والحاجات دي كلها يعني. اشوفكم على خير، السلام عليكم، ونعتذر لو كان في لخبطه ولا حاجه، فهو ايه طبعا عادي، ارجعوها ورايا عادي، لو في اي مشاكل ولا في حاجه بتبقى في الكومنتس، واي سؤال تحت امركم. اشوفكم على خير، السلام عليكم.